الساحل الوعر في الطرف الجنوبي لإفريقيا. يتعذر الوصول إليه ووعر، ولكن هناك حيوان واحد يشعر بأنه في بيته هنا. لطيف لكن يمكن أن يكون شرساً. اجتماعي ويبدو أنه مصمم للحياة على الحافة. إنه الوبر الصخري. الحيوان غير معروف في أوروبا، حيث إنه غير موجود في أي مكان في البرية هناك. إنه ليس جرذ الأرض رغم أنه يبدو مثله، وليس من القوارض. الوبر الصخري فريد من نوعه، لا يوجد شيء مثله ولا حتى أقرب أقربائه. والمدهش أن أقرب أقاربه جينياً هم الفيلة وخرفان البحر أو بقر البحر، لكن مساكنهم لا يمكن أن تكون أكثر اختلافاً. يعيش هذا الحيوان في أماكن يتعذر على معظم الحيوانات الأخرى الوصول إليها. إنه متسلق بارع. الشقوق الضيقة والنتوءات الوعرة ليست مشكلة. تناديهم إلى الأعلى المنطقة المفتوحة على الشمس، مكان التجمع المفضل لهذه الحيوانات. تعيش حوالي 20 أنثى ورئيس العشيرة في هذه المستعمرة على هذا المنحدر الصخري. إنها محمية بشكل جيد من عوامل الطبيعة بواسطة معاطفها السميكة. تشكل أسنانها مساعداً جيداً في التنظيف. المخلب الطويل على أقدامها الخلفية مثالياً للحكي أيضاً. ليس لديها أي مخالب أو أصابع قد تساعد في التسلق. إذن كيف تتسلق؟ إن أخمص أقدامها الجلدية كأنها منصات شفط صغيرة، مما يمنحها قبضة ثابتة حتى في أكثر المناورات جرأة. أسفل الصخور توجد أراضي الرعي الخاصة بها. هذا هو المكان الذي تتغذى فيه على الزهور والأعشاب والأشنات. تقضي حوالي ساعة فقط كل يوم في البحث عن الطعام، لكنها 60 دقيقة من الحذر واليقظة. تعد أوقات البحث عن الطعام وتناوله أوقاتاً خطيرة، فحين تنفصل عن غطائها المعتاد تصبح فريسة مثالية للحيوانات المفترسة في الجو. النسر الأسود الأفريقي مغرم بشكل خاص بحيوانات الوبر الصخري. إذا رصدته فإنها تنتشر، ولكن إذا كان النسر محظوظاً فقد يكون الوقت متأخراً. هذه المرة كان ناجحاً. اختبأت هذه الحيوانات بين الصخور. سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتجرأ على الخروج.
لكل وبر صخري ذكر أغنيته الخاصة كرئيس هذه المستعمرة، يستخدمها لنقل حالته إلى الإناث. يمكن لشركاته المختارة معرفة تلك التي على وشك الانخراط معه، ويمكنه من الرائحة شم ما إذا كانت مستعدة لاستقباله، لكنها هي التي تقرر ما إذا كانت تريده حقاً، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت. فخصوبة الأنثى لا تتعدى أياماً قليلة خلال السنة، لذلك عليه أن ينتهز كل فرصة. لا ينجح دائماً في البداية، لكنه يلاحقها بشدة، وفي النهاية يؤتي إلحاحه ثماره. مع اقتراب صيف جنوب إفريقيا من نهايته، ينتهي موسم تزاوج هذه الحيوانات، العديد من إناثها حوامل. الآن عليها تجاوز فصل الشتاء، خلال الأشهر الخمسة التالية ستظل عواصف هائلة تضرب الريف، تجلب معها البرد والمطر. المناخ الرطب هو نعمة للحياة النباتية في المنطقة، لكنها تدفع حيوانات الوبر الصخري المحبة للحرارة للتراجع إلى حصنها الصخري بحثاً عن مأوى لا تخاطر في هذا النوع من الطقس. ولكن كل ما يتطلبه الأمر هو أن تشرق شمس الشتاء بين الغيوم حتى تعود الصخور إلى الحياة ثانية. يحتاج هذا الحيوان إلى الدفء ليتمكن من الحركة، لأنه في الطقس البارد تنخفض درجة حرارة أجسامها عدة درجات، ذلك يوفر الطاقة، لكنها تحتاج إلى الشمس للإحماء ثانية. خاصة بالنسبة للحوامل، التمدد في الرمال الدافئة مفيد جداً للبطن المتورمة لهذه الأم المستقبلية. على عكس حيوان الوبر الصخري، فقمات جنوب إفريقيا الوبرية ليس لديها مشاكل في درجة حرارة الجسم، لديها طبقة سميكة من الدهون ومعطف طارد للماء للحماية من فقدان حرارة الجسم في الماء الباردة التي تصل إلى 15 درجة حرارية. يمكنها الصيد في أي وقت بغض النظر عما إذا كانت الشمس موجودة لإحمائها أم لا. إنها في الواقع تأتي إلى الشاطئ للراحة في وقت التكاثر ولتربية صغارها. تعد النتوءات الصخرية المتدفقة في البحر المكان المثالي لكل ذلك. تتجمع الحيوانات الأصغر سناً على حافة الماء، لا يبدو أنها تهتم بالصخب الغريب أثناء الاسترخاء. أفضل الأماكن هي أعلى الصخور، وتبذل الفقمات كل جهد ممكن للوصول إلى هناك
على الرغم من أن أجسادها ليست مناسبة للتسلق. غالباً ما تندلع المعارك حول المواقع الرئيسية. رئيس المجموعة فقط يحكم بلا منازع على فضائه. إن نوارس عشب البحر من أكثر الحيوانات المقيمة هنا خشية في ساحل جنوب إفريقيا. إنها عدائية وتقوم بدوريات لمسافات طويلة بحثاً عن فريستها. ليس لدى حيوانات الوبر الصخري أي سبب للخوف منها. إنها تتابع امتصاص أشعة الشمس على الصخور الدافئة. إنها مخلوقات اجتماعية وتستمتع بالرفقة، حتى إنها أحياناً تقضي حاجتها الطبيعية سوياً. تستخدم هذه المناطق كمراحيض من قبل جميع الحيوانات في المستعمرة. إنها بقعة مخصبة جيداً للنباتات. الرحيق المغذي في هذه البراعم يجذب الملقحات. ليست حشرة هذه المرة، وإنما أنثى الذباب الوثوب. إنها تحتاج إلى الرحيق الغني بالطاقة لأن لديها صغاراً تحتاج إلى طعامهم. يولد صغار الذباب الوثوب في نهاية فصل الشتاء. هذا يعني أنه في منطقة ويسترن كيب في جنوب إفريقيا يكون الربيع قاب قوسين أو أدنى. بعد وقت قصير من بداية الربيع تلد أنثى الوبر الصخري صغارها. كل أم لديها مولودان أو ثلاثة. مباشرة بعد ولادتهم يستطيع المواليد الرؤية والتجول بمفردهم تحت العين اليقظة لأمهم بطبيعة الحال. لا يزال الجو بارداً هنا على الساحل. بالنسبة للصغار هذا يعني أنه يجب أن يتجمعوا معاً للتدفئة. لا يزال يتعين عليهم التعود على جيرانهم الذين يستطيعون التحليق ويشعرون بالخوف بسهولة. لكن الحيوانات البالغة تظل رابطة الجأش. طائر الزرزور الإفريقي ذو الجناح الأحمر ليس خطراً، أم إنه كذلك؟ على أي حال يمكن أن يكون مزعجاً حقاً. الصغار في مجموعة الحضانة جميعهم في نفس العمر، لكن لديهم شخصيات مختلفة. البعض منهم أكثر مغامرة ويريد اكتشاف العالم من حوله. رغم أنه يظل مقتصراً على محيط أمه، في الأيام القليلة الأولى من حياتهم يعيش الصغار على حليب أمهاتهم فقط.
بعد الانتعاش المناسب، لقد حان الوقت للحصول على متعة عالية. هذا الصغير الجريء حيوي جداً. عادة ما تتسامح هذه الحيوانات المسالمة مع صغارها الحيويين، مع بعض الاستثناءات. بينما تهتم الإناث بتربية صغارها، يراقب قائد العشيرة أسرته الكبيرة. إنه شاب وقوي، ويحكم مملكته دون منازع. إنه لا يحتمل الذكور الغريبة. إذا دخل أحدهم أرضه من مستعمرة قريبة، فهذا أعلان حرب. من الواضح أن هذا الذكر العجوز قد اقترب جداً. ورئيس العشيرة يبدأ المطاردة. لا أحد ينازعه على أرضه. يعرف الدخيل العجوز متى يستسلم. على الجانب الآخر من الجرف، إنه الزعيم. تعيش مستعمرته بين الصخور الساحلية بالقرب من منارة قديمة مع طيور البطريق والغاق. معايير النظافة الخاصة بالجيران غير مرضية. إنهم يضعون فضلاتهم في كل مكان، على عكس حيوانات الوبر الصخري التي تستخدم مناطق خاصة كمراحيض لعدة أجيال وحتى لقرون، دائماً في نفس المكان. غالباً ما توجد مجموعات من حبوب اللقاح والبذور من الماضي البعيد بين الرواسب، مما يجعلها مثيرة للاهتمام بشكل خاص للباحثين المهتمين بالمناخ، لكن ليس كثيراً بالنسبة لطيور البطريق. قضى زعيم العشيرة العجوز حاجته. حمام رملي سريع في مكان قريب وسيلة جيدة للتنظيف. والآن حان وقت الاسترخاء. عائلته معتادة على ضجيج جيرانها، حتى الأمهات وأطفالهن لا يمانعن هذا الصخب المستمر. في منتصف الربيع تبدأ فترة التكاثر لطيور الغاق. أولاً عليها تحديد أماكن استقرار كل منها. هناك قتال صاخب حول أفضل أماكن التعشيش. أحياناً يكون صاخباً جداً. الزوج الأكثر شراسة يفوز بتأمين مكان رئيسي في الظل. سيتعين على الخاسرين أن يتكاثروا تحت أشعة الشمس الحارقة.
في الوقت نفسه تكسب شمس الربيع قوة أكبر وتصبح أشد حراً. حتى الوبر الصخري المحب للحرارة تتراجع إلى الظل في منتصف اليوم. هنا في مستعمرة الصخور هناك الكثير من الأماكن الباردة، لكن الصغار يمكن أن يكونوا مصدر إزعاج. الجريء الصغير ينطلق على وجهه. كانت السحلية سبب إثارة فضوله. السحلية في وضع الصيد، وانتباهها منصب فقط على وجباتها الخفيفة المجنحة. الصغير يبتعد أكثر فأكثر عن المجموعة، وقد أغرته بعض النباتات الخضراء الطازجة، على الرغم من أنه أصغر من أن يتمكن من هضمها. تفضل أخته البقاء مع والدتها. فما زالت الأم تراقب عن كثب ذريتها الجريئة. تجرؤ على الانطلاق في الأرض المفتوحة بعيداً عن أي ملجأ آمن. لكن هذا الصغير ليس لديه فكرة عن أن حملته الاستكشافية قد تكون خطرة. غريزته اللعوبة قوية جداً. يراقب البالغون السماء أيضاً. في الواقع يمكنهم النظر مباشرة إلى الشمس دون أن تلحق الضرر بأعينهم، لأن لديهم غشاء خاص يحميهم، لذلك لا يفشلون في رؤية النسر الذي يحاول إخفاء نفسه في وهج الشمس. صرخة إنذار تؤدي إلى تفاعل معظمهم على الفور. التحذير الأخير يصل أخيراً إلى المستكشف الصغير. هذه المرة يفشل النسر ويتابع طريقه. اليوم بقيت حيوانات الوبر الصخري آمنة في مخبئها في هذه التجاويف الصخرية، لكن الهجوم قد يتسبب في خسائر فادحة، فحتى هذا الصغير يمكن في بعض الأحيان أن يسقط قتيلاً. الفجر في مستعمرة المنارة. استيقظت طيور البطريق. عند أول نور في النهار تنطلق للصيد في البحر، فالأسماك هي فرائسها الرئيسية. في هذه الأثناء يذهب نورس الملك للبحث عن الطعام على طول الشاطئ. سمكة جيدة هي وجبة مرحب بها لبدء اليوم، لكن هذه يصعب التعامل معها.
فيغتنم اللص الفرصة. هل يمكنه ابتلاع هذا المخلوق الكبير دفعة واحدة؟ سمك مغموس بالرمال، إنه جد لذيذ، لا مشكلة. بعد شروق الشمس ومع استمرار نوم الوبر الصخري في كهوفها، كانت طيور البطريق نشطة منذ وقت طويل. هذان يخططان لشيء ما. ما يشبه الشجار هو في الواقع عكس ذلك تماماً، إنها طقوس مغازلة. زعيم هذه المستعمرة العجوز معتاد على صخب البطريق. رؤية فقمة وبرية مشهد أقل شيوعاً بكثير، فنادراً مجيئها للراحة بين طيور البطريق. تحافظ الطيور على مسافة احترام لها رغم وجوده على اليابسة، إلا أن هذا البدين الضخم لا يشكل تهديداً خطيراً لها. في البحر من ناحية أخرى القصة مختلفة. بين الحين والآخر ستصطاد الفقمات الوبرية طيور البطريق في الماء أيضاً. رغم أن البطريق نفسه ليس هو الهدف، وإنما الأسماك الطازجة الموجودة في بطنه هي التي تسعى خلفها الفقمة، لكن النتيجة بالنسبة للبطريق هي نفسها. على الأرض رغم ذلك فالحياة أكثر سلاماً. على الأقل بالنسبة لهذه الحيوانات في مستعمرة المنارة. تواجه طيور الغاق وقتاً أكثر إرهاقاً. إنه أوائل فصل الصيف ولديها أعشاش عليها بناؤها. سوف تستخدم أي شيء يمكن استخدامه في العش. لكن المواد المناسبة غير متوفرة بشكل كبير، والبحث عنها مرهق. هذا لا يؤثر على حيوان الوبر الصخري، في الحضانة يمرح الصغار في الرمال. هنا وهناك سيبحثون عن طعام لتناوله، رغم أنهم لا يزالون يعتمدون بشكل رئيسي على حليب أمهم. نباتات متفرقة بين الصخور الساحلية يمكن أن تكون وجبات خفيفة لذيذة. في الوقت نفسه وجد طائر الغاق بعض لوازم البناء، ولكن ليس كل اكتشاف يمكن نقله بأمان إلى المسكن. هناك الكثير من اللصوص في الانتظار. ومن يفوز في لعبة شد الحبل لمواد العش يمكنه أن يتابع بسرعة مهمة التناسل.
يجذب البيض في العش اللصوص الذين يتربصون في الانتظار. تهوية تساعد على التكيف مع الحرارة. هذا ما كان ينتظره النورس. لكن بيضة واحدة لا تكفي لتسكين جوعه. لذلك يستمر البحث ويأخذه إلى ما وراء مستعمرة الصخور. أصبح عمر صغار الوبر الصخري بضعة أسابيع، إلى جانب حليب الأم فإنها تتناول غذاءً نباتياً أيضاً. يغامر الصغير الجريء بعيداً. تساعده القدمان المبطنتان والتوازن الممتاز على الحفاظ على قدميه في الفروع الشائكة المتمايلة. الخروج من الشجيرة أمر صعب، يمكن رؤية مدى جرأة عمله البهلواني من خلال قفزته. على الشاطئ وجد طائر النورس وجبته التالية. السلطعون ليس لديه فرصة. قشرته الصلبة ومخالبه القوية ليست منافسة لمنقار النورس الحاد. إنها الأداة المثالية لتكسير السلطعون، لكن الأمر ليس بتلك السهولة. اليوم تكللت رحلة النورس في البحث عن الطعام على طول الشاطئ بالنجاح. بالنسبة للوبر الصخري، فرغم أن النوارس قد لا تشكل أي خطر، فبإمكانها أن تكون مصدر إزعاج. ببطء ممتلئ يطير نورس عشب البحر عائداً إلى مستعمرته الخاصة، حيث ينتظر بفارغ الصبر. صغاره جائعين. اليوم هناك سرطان بحر وبيض، هريسة مغذية لصغاره. الكتاكيت الصغيرة نهيمة جداً، وقريباً ستطلب وجبة طعام أخرى. بين الصخور أعلاه أنشأت السحلية مقاطعتها في منطقة مرحاض الوبر الصخري. أي متسلل تتم مطاردته بعيداً بسرعة. تكتسب حقها الإقليمية من خلال القيام بتمرين الضغط. حيوانات الوبر الصخري لا تزعجها أبداً، في النهاية فهي السبب في إقامتها في هذا الطرف المترف. رائحة نفاياتها تجذب الحشرات كالنمل. كل ما على السحلية القيام به هو الانتظار حتى تأتي فريستها. الإمدادات الغذائية الوفيرة تغري الآخرين.
لكن لا أحد يتخلى عن مصدر غذائه دون قتال. تلعب مناطق المراحيض دوراً مهماً للعديد من سكان الصخور. في المساء تتكرر زيارات حيوان الذباب الوثوب، إنه يبحث عن طعامه المفضل، فإلى جانب الرحيق فهو يحب الحشرات أيضاً كالخنافس على سبيل المثال. غالباً ما يتم العثور عليها بين فضلات الوبر الصخري الشبيهة بالحبيبات. ثم يتناول قليلاً من النمل كتحلية. كم ستكون حياتها فقيرة من دون فضلات الوبر الصخري؟ الليل يمكن أن يجلب معه بعض العروض الخفيفة الساحرة، ليس فقط النجوم المتلألئة، أضواء غامضة أيضاً ترقص على سطح البحر، وميض أزرق بسبب ملايين الكائنات المضيئة والضئيلة، استجابة لحركة الأمواج وغيرها من الاضطرابات في الماء، فإنها تبعث نبضات ضوئية. هذا السحر الطبيعي ينتهي عند الفجر. إنه صباح صيف دافئ في مستعمرة الصخور. في هذه الأثناء أصبحت صغار الوبر الصخري مستقلة تماماً. اليوم تجتمع مجموعة الحضانة بأكملها لأخذ حمام رملي. إن هذا الحمام أكثر من مجرد متعة، إنه يحميها من الطفيليات. أفعى نافخة تختبئ في حالة انتظار. إنها مفترس متربص. غريزة الفرار تظهر أخيراً، لكن بعد فوات الأوان. السم يقتل بسرعة. كل ما تحتاجه الأفعى هو الانتظار حتى يسري مفعول السم، ثم تتبع رائحة ضحيتها. هذه الصغيرة هي وجبة فاخرة للأفعى. ستكفيها هذه الوجبة لأسابيع عديدة قادمة. بحلول الوقت الذي يجب عليها أن تذهب للصيد ثانية، ستكون حيوانات الوبر الصخري الصغيرة كبيرة عليها. وهذا من حسن حظ هذه المجموعة من الصغار.
هذا الجريء الصغير يقوم باختبار مهاراته في التسلق. يذهب بجرأة نحو أكثر الأوراق فائدة غذائياً. لكن الغرور يؤدي إلى السقوط. لديه الكثير ليتعلمه قبل أن يكبر. نمت فراخ الغاق فأصبحت أكبر الآن. غالباً ما تهبط بها محاولاتها الأولى للطيران في الأمواج المتكسرة الخطرة. إذا كانت محظوظة، سيتم جرفها نحو الشاطئ. يجب على الطيور الساقطة أن تجف أولاً لتتعافى بعد محنتها. يغتنم نورس عشب البحر الكبير الفرصة. إنه يقترب بحذر، فحتى منقار الغاق الصغير يمكن أن يكون خطراً. لكن الغاق الصغير البائس ضعيف جداً بحيث لا يستطيع المقاومة. تمكن صغير آخر من النهوض مرة أخرى رغم الرياح والريش الرطب. أهم شيء هو أن يجف بسرعة حتى يستطيع الطيران ثانية. النورس مثابر. طائر الغاق لا يستسلم أيضاً، وفي النهاية استطاع في الحقيقة أن ينجح في الهروب. تظفر الأمواج والنوارس بعدد من الضحايا بين الطيور الصغيرة. لكن كثير منها ينجو أيضاً. وبمجرد أن تصبح قوية بما يكفي، ستحلق في السماء وتبدأ حياتها الخاصة. كل هذه المخلوقات يجب أن تتقن التحديات المتنوعة للنمو. ستظهر الأشهر القادمة ما إذا كانت صغار الوبر الصخري هنا بين الصخور ستنجح في ذلك أيضاً. نجا نحو ربعها فقط في السنة الأولى. مع قليل من الحظ، سيتمكن الجريء الصغير من النجاة أيضاً، وربما سيتمكن يوماً ما من قيادة مستعمرته الخاصة. لقد مر أكثر من عام هنا. كبر الجريء الصغير الجامح وأصبح شاباً يافعاً. مع اقتراب موسم التزاوج تغيرت بعض الأشياء. أصبح رئيس مستعمرة الصخور يقظاً على نحو استثنائي. إنه يطارد جميع ذكور الوبر الصخري الناضجين، بما فيهم هذا الشاب الجريء. من الواضح أنه لا يستطيع البقاء في مستعمرة الصخرة بعد الآن، لكنه متردد في التخلي عن منزله بهذه السهولة.
غير أن الحق في التزاوج حكر على رئيس المستعمرة. لذا فالمنافسون ليست لديهم فرصة. سيتعين على الشاب إيجاد مكان جديد ليكون منزله، ربما هنا في مستعمرة المنارة. ولكن في هذا الهرج والمرج من الأجسام الغريبة، كيف يمكن أن يجد صلة هنا؟ أخيراً لمح حيوان وبر آخر، إنها أنثى أيضاً. يبدأ بحذر، هو في الأسفل وهي في الأعلى. يجرب حظه في القيام بالخطوة التالية، لكنها لا تثق في هذا الغريب وتختفي. تاركة رائحتها خلفها فقط. لكنها رائحة يبدو أنه مهتم بها. فهل يمكنه البقاء هنا؟ لقد أعجبه المكان، ويبدأ بوضع علاماته عليه على الفور. لكن هناك من يراقبه بارتياب. قد يكون رئيس مستعمرة المنارة عجوزاً، لكنه لا يزال لا يحب فكرة المنافسين. مع شعر عنقه المرفوع يتقدم نحو الدخيل ويقف هناك مهدداً. في كثير من الأحيان هذا يكفي لإيقاف الذكور الآخرين عند حدهم. يحترم المغامر الشاب مطالبه الإقليمية، إنه في النهاية مهتم بالأنثى فقط. ومن يعلم، ربما تأتيه الفرصة لبدء مستعمرته الخاصة معها يوماً ما قريباً.